احنا اليوم نظمنا لقاء لقاءات اوروبا المبدعة في تونس. حبينا بان احنا تو في اخر المرحله الاولى لبرنامج اوروبا المبدعة في تونس، حبينا نعمل سوغ دو بيلان، نعرفوا على 3 سنين عديتها تونس في البرنامج هذايا، شنو النتائج، نشوفوا اون ريفليكسيون مع دي باناليست خاصه اللي هما مستلفعين من البرنامج هذايا، باش يقولوا لنا كيفاش كانت التجربه نتاعهم، ويقولوا سورتو للناس الاخرين، ويكونوا هما ان شاء الله مثال يحتذى به من عند الفاعلين الثقافيين في المرحله الجايه ان شاء الله اللي تدخلها تونس بعد بلها السنه المقبله. كما نعرف اللي هو برنامج اوروبا المبدع هو برنامج معناها متوجه للمؤسسات الثقافيه مش للاشخاص، هذيك علاش معناها لازم تكون مؤسسه والا جمعيه هي اللي البوستول في البرنامج هذايا. دونك احنا توا نستنيو في البرنامج الجديد نتاع المرحله الجايه شنو فيه، خاطر كما نعرفوا برنامج اوروبا المبدع الميكانيزم نتاعو هو معناها فونكسيون سولون دي زابيل، دي زابيل كانديداتور، دونك لي زابيل مثل ما نعرفوهمش اليوم، وان شاء الله يتنوعوا اكثر من اللي كانوا موجودين في المرحله الاولى. اللي نجم نقولوا احنا توا في اخر المرحله الاولى في البرنامج هذايا انه تونس عندنا 12 مشروع اللي هما شاركوا في المرحله هذايا واللي هما تلقاو الدعم اوروبا المبدع. نجم نقولوا زاد اللي دخلت لتونس في البرنامج هذايا معناها للمؤسسات هذوما 650,000 يورو. نجم نقولوا زاد اللي البرامج هذوما باش نراو الامباكت نتاعهم في المجال الثقافي ان شاء الله قريبا، خاطر كلهم اون كور ديكزيكسيون توا. Thank you.